بصت عصام للسما وقت الاستشهاد، الدكاترة والآباء الكهنة قعدوا فسروها بكلام كتير، وفي دكتور قال أكيد عصام كان شايف المسيح في السما. لما عصام كان في ليبيا كان يرن على أمه، ولما أمه كانت بتكلمه تبكي وتقول له حقك عليا، أنا اللي خليتك سافرت على ليبيا يا عصام. كان يقول لها ما تبكيش يا أمي، أحسن أبويا يشوفك ويزعل. لما كان يبعت فلوس كان يقول لها يا أمي الفلوس اللي لوحدها دي تروح على الكنيسة. قبل الفيديو ما ينزل كانت قاعدة هي ومرت أخوها، راحت شافت 3 نقط دم على الحيطة، راحت قالت لها أنت شايفة اللي أنا شايفاه، وراحت وورتها 3 نقط الدم اللي على الحيطة. وقبل الاستشهاد بيوم راحت عند أبونا إنجيلوس بتاع المعجزات اللي في كنيسة صف، ولما وصلت مرضتش تطلع فوق. أبو الشهيد عصام قال لها يلا يا أم عصام أبونا إنجيلوس طمني، وقال لي إن هو كان معاهم وعصام هيجوا وكلهم هيجوا. كانت زعلانة قوي وراحت صلت للعذراء وقالت لها عصام ابني عايزة أشوفه مرة واحدة بس. جالها عصام وعلى راسه إكليل. اليوم اللي الفيديو نزل فيه أبو الشهيد تعب ونام، أخوه رن عليه وقال له افتح التلفزيون، ولما فتح التلفزيون أمه شافت الشهيد ماسيو، ولما جه عصام ما قدرتش تشوفه. أبو الشهيد قفل التلفزيون قبل ما يسافر على ليبيا، طلع من بيت العيلة وراح قعد في بيت معمول بالبوص وكان محطوط عليه خشب، وكان شكله مش حلو. كان راضي وعمره ما جه وقال لهم ايه المكان اللي احنا عايشين فيه ده. بركة شفاعتي تكون معاكم وتفرح قلوبكم.